أرحب بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 88، وعنوان حلقتنا اتفاق المسلمين على تحريف كتبهم. أنا طبعا هواصل معاكم كيف أن المذهب الأشعري بيعادي المذهب السلفي وبيكفره، والعكس كيف أن المذهب السلفي بيعادي المذهب الأشعري، وده طبعا في الحلقات الجايه. اما في حلقه النهارده انا هوريكم مفاجاه، وقبل ما نشوف المفاجاه خلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. في الاثر ان مشركا وقف امام الصنم، قال يا صنم اغثني، يا صنم اغثني، فاخطا لسانه فقال يا صمد اغثني، فقال الله عز وجل من الذي ناداني؟ اجيب دعوه عبدي، اجيب دعوه عبدي، قالوا يا رب انجيبه وقد اشرك به، قال وان اخطا لسان عبدي، وقال يا صمد بدل ان يقول يا صنم وهل في الوجود صمد سواي؟ اجيب دعوه عبدي. وزي ما شفنا في واحد واقف قدام صنم وعمال يقول يا صنم أغثني، يا صنم أغثني، وغلط وبعدين راح قال يا صمد. وطبعا بغض النظر عن كل المغالطات اللي في الحكاية، يعني الله أول ما سمع اسمه انتبه وجاوب الراجل، وإن المشرك ده كان أصلا بينادي الصنم بكلمة يا صنم. وزمان الأصنام كانت تعطى أسماء ومنها اسم الصمد اللي محمد أخده وراح حطه من ضمن أسماء الله الحسنى. واللي شاف الحلقة اللي فاتت هيشوف إن حتى التفاسير قالت الذي لا جوف له. طيب إيه علاقة الفيديو ده بالتحريف اللي بيعملوه المسلمين والمفاجأة اللي هعرضها في حلقة النهاردة؟ وتعالوا نشوف المرجع اللي فيه كلمة صمد إنه كان من أسماء الأصنام في الجاهلية. أول مرجع في تفسير ابن كثير لسورة الأعراف الآية رقم 70، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا إلى آخر الآية. يقول لنا كده وقد ذكر محمد ابن إسحاق وغيرهم إنهم كانوا يعبدون أصناما، فصنم يقال له صمد وآخر يقال له صمود وآخر يقال له الهباء. وأنا بحضر ولأن عندي خدمة على الإنترنت من حوالي 20 سنة مع الإخوة المسلمين، أي تغيير بيحصل أكيد بلاحظه. تعالوا نشوف إزاي المسلمين بيحرفوا كتبهم. وأنا طبعا لازم الأول هنشوف تفسير ابن كثير لسورة الأعراف. شوفوا معايا الكتاب في صفحة رقم 30، نشوف الكتاب الأول بيقول إيه. وقد ذكر محمد ابن إسحاق وغيره إنهم كانوا يعبدون أصناما، فصنم يقال له صمد وآخر يقال له صمود وآخر يقال له الهباء. خلينا نشوف مرجع تاني من المكتبة الشاملة الحديثة، وقدامكم اللينك من مختصر تفسير ابن كثير. كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، يقول كده يخبر تعالى عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده الآية، فقول الكفار من قريش اللهم إذا كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم. وقد ذكر محمد ابن إسحاق وغيره أنهم كانوا يعبدون أصناما، فصنم يقال له صمد وآخر يقال له صمود. خلينا نشوف كمان من موقع الروح نت، ونشوف اللينك اهو قدامكم، وهنلاقي في نفس الموقع ده برضو مكتوب انهم كانوا يعبدون اصناما، فصنم يقال له صمد واخر يقال له صمد. دلوقتي لو انتوا رجعتوا للمواقع اللي انا قلتها هتلاقوا كده. لو رحنا لاي موقع على الانترنت غير المواقع اللي اتحطت قدامكم هتلاقيهم حاجه غريبه جدا، حرفوا الكلام. شوف معايا ادي اللينك قدامكم، اللينك ده، وهنصور برضو من الصفحة في تفسير ابن كثير. قال أجئتنا لنعبد الله وحده إلى آخر الآية بيقول إيه. وقد ذكر محمد ابن إسحاق وغيره أنهم كانوا يعبدون أصناما، فصنم يقال له صدى، يعني شالوا صمد وراحوا حطوا صدى، تشكيل وتنقيط وحروف، يعني بغيروا في الحروف. وآخر يقال له صمود، يعني المفروض كان صمد صنم يقال له صمد، راح خشال الصمد وحطوا صداء بدل الصمد، وآخر يقال له صمد وآخر يقال له الهباء، يعني بدل صمد لعبوا في الحروف وبقيت صداء علشان حسوا بالعار إن الأصنام كان فيها اسم صمد اللي أخدوا محمد وحطوا على اسمه إليها. يبقى لما الراجل كان اللي بيحكي عنه الشيخ كان واقف قدام الصنم وقال له يا صنم يا صنم، ممكن يعني بسهولة جدا إن الصنم ده كان اسمه الصمد،
بس يعني مكسوفين يقولوا. وهديكم مثل تاني لتحريف المسلمين لكتبهم وتغيير الكلمات على حسب هواهم، والأمثلة كتيرة جدا، لكن أنا هكتفي بمثل آخر في تحريف المسلمين لتفاسيرهم. ونروح لموقع الروح نت والسايت قدامكم في سورة الإسراء الآية رقم 79 تفسير ابن كثير: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. يبقى التفسير في إيه؟ خلي بالكم، يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم. وكنت استغرب إزاي الخالق يحمد المخلوق، إزاي الإله يحمد إنسان، وإحنا دايما ومعروف بنقول الحمد لله. يعني ما حدش بيقول الإنسان خالص الحمد للإنسان، لا، الحمد لله بتبقى لله فقط يعني. ونتأكد من إسلام ويب في فتوى، ونصور الصفحة قدامكم وشوفوا معايا: ومن الليل تهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هل في هذا خصوصية للرسول فقط؟ وهل ركعتا قيام بالليل تعتبر نافلة أم قيام الليل غير تلك النافلة؟ يقول لنا إيه؟ وقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. طيب نشوف التزوير اللي عملوه في سايت إسلام ويب بتفسير ابن كثير. يعني هم زوروا سايت إسلام ويب لكن في الفتوى نسيوا يزوروها. أدي السايت قدامكم، سورة الإسراء 79 في تفسير ابن كثير بيقول إيه: وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما يحسدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. يعني بدل يحمدك راح حطه يحسدك، حاجة غريبة. يعني بنغير كده في الحروف بمنتهى السهولة والبساطة ويغيروا في التفاسير. شوفوا كمان، نصور سايت اللي قدامكم ده كمان على الصفحة، عشان ده هيكون يعني زي دوكومنت معاكم، يعني حلقة هتفضل قاعدة للتاريخ، عشان بعد كده لو غيروا تعرفوا ان المسلمين بيحرفوا في الكتب بتاعتهم وفي السايتات بتاعتهم عادي جدا. سورة الإسراء 79 تفسير ابن كثير، شوفوا معايا: وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما يحسدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. يعني غيروا في سايت إسلام ويب، ولأن الكذاب نساه نسيوا يغيروا في الفتوى. بدل يحمدك فيه الخلائق وخالقهم بقيت يحسدك فيه الخلائق وخالقهم. وأنا بسأل، هل الله ممكن يحمد إنسان؟ أو حتى لما حرفتوها وبقيت يحسدك، هل الله يحسد إنسان؟ يعني اكتشفت إن الله وكل الخلائق يحمدوا محمد، راحوا إيه؟ زودوا الطينة بلة وقالوا إن كل الخلائق وخالقهم هيحسدوا محمد. ودول نموذجين من نماذج كتير جدا في تحريف المسلمين لكتبهم. فما بالكم عملوا إيه زمان قبل الإنترنت؟ وتابعوني الحلقة الجاية علشان نواصل ونشوف ونكمل مع بعض كيف يطعن كل من الأشاعرة والسلفية في عقائد بعض. وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، ده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة.